انه من ابرز يعني الملامح والظواهر الايجابيه اللي شهدتها الانتخابات الرئاسيه هي انتشار عدد كبير من مراقبي المجتمع الدولي لمراقبه هذه الانتخابات في عده لجان على يعني مختلف المحافظات، وبشكل ربما يعني كان لافت سواء من قبل الاتحاد الاوروبي او من قبل تجمع الساحل والصحراء، من قبل الاتحاد الافريقي، من قبل الكوميسا، يعني كان هناك لجانب بالقطع منظمات المجتمع المدني داخل مصر ومنظمات أيضا حقوق الإنسان. جميع التقارير الواردة عن الحقوقيين وأيضا عن أعضاء وبعثات هذه اللجان أكدت أنه العملية الانتخابية تمت في نزاهة وشفافية تامة، وأنه حتى لو شبه بعض المعوقات أو ربما بعض التجاوزات ولكنها لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على سير العملية الانتخابية. تحديدا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أكد أنه العملية تمت في هدوء مع عدد محدود من الانتهاكات اللي رصدها حوالي 150 مراقب للبعثة، انتشروا في 26 محافظة مصرية، ولكن بشكل عام اتسمت هذه الانتخابات بطابع ديمقراطي ومنصف. هي حوارنا القادم هيكون عن هذا الموضوع وعن ردود فعل جميع الجهات سواء من داخل مصر أو خارج مصر اللي شاركت في المراقبة على هذه العملية الانتخابية. حوارنا هيبدأ ولكن نتابع هذا التقرير وبعده نبدأ الحوار. بعد إنجاز الانتخابات الرئاسية، الخطوة الثانية في خريطة المستقبل تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف ثورة 30 يونيو في بناء دولة ديمقراطية حديثة. تصويت المصريين على مدار 3 أيام لاختيار رئيسهم في ظل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تصميمهم على المشاركة في رسم خريطة المستقبل. هذا التصميم أبهر بعثات المتابعة الدولية التي شاركت في متابعة الانتخابات، فتجمع الساحل والصحراء وصف الانتخابات بأنها جرت بشفافية ونزاهة ووفقا للمعايير الدولية، فيما أكد مدير المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان أن العملية سارت في أجواء ديمقراطية، لافتا إلى حماس المصريين للنزول والمشاركة، ومنوها بأن عملية الاقتراع سارت بسهولة ويسر ودون أي عقبات أو اختراقات. من جهتها أشادت بعثة جامعة الدول العربية بالأجواء التي جرت فيها الانتخابات وأنه لم يحدث ما يعكر صفوها، ووصفتها بالنزاهة رغم وجود بعض الخروقات غير المؤثرة. أما البعثة الأوروبية فقد قالت في تقريرها المبدئي إن الانتخابات أجريت في إطار القانون وفي جو من النزاهة وتقييمها ما بين جيد وجيد جدا. على نفس المنوال أعربت بعثة الاتحاد الإفريقي عن شكرها للحكومة المصرية على توفيرها جميع وسائل إنجاح مهمة وفد الاتحاد في متابعة الانتخابات الرئاسية، وأشاد الوفد الإفريقي بالتزام الحكومة وتعهداتها باستكمال تنفيذ المسار الديمقراطي بحياد وتجرد. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ويسعدنا أن يشرفنا بالحضور للحديث حول دور البعثات اللي قامت بمتابعة الانتخابات الرئاسية وموقفها أيضا من هذه الانتخابات أن يكون معنا السفير محمود فرج مساعد وزير الخارجية الأسبق. بنرحب بحضرتك سعادة السفير. أهلا وسهلا. نرحب بك يا فندم. يعني لو حبينا نبدأ مع حضرتك عن تقييمك بشكل مبدئي لعملية المراقبة على الانتخابات الرئاسية في مصر سواء من الجهات المدنية من داخل مصر أو من البعثات الدولية والأوروبية والأفريقية. والله حسنا عملت يعني إدارة الانتخابات يعني أو الحرية لهذه الجمعيات المجتمع المدني في المراقبة والحضور إلى مصر وعدم التضييق على حركتهم، بل يعني هم كانوا بيتحركوا بسلاسة وسهولة ويعني راقبوا عملية الانتخابات على امتداد الجمهورية ولم يتعرض لهم أحد، وخرجوا من نتائج إيجابية إلى حد بعيد تعتبر يعني فخرا لمصر وفخرا لعملية
العملية السياسية عامة التي تجري على قدم وساق في إطار خريطة الطريق المرسومة للمرحلة القادمة التي بدأت بالدستور وبدأت بالنجاح واكتملت منذ يومين بانتخابات الرئاسة وكانت مثالا طيبا. ويعني أعتقد أن أي مصري أو أي عربي يفاخر بما حدث في هذه الانتخابات. طيب سعادة السفير، يعني رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أكد أنه هذه الانتخابات اتسمت بطابع ديمقراطي ومنصف، ولكن في نفس الإطار أكد أنه كان هناك وجود لمعارضين لخريطة المستقبل، والبيئة أيضا اللي تم تنفيذ فيها هذه الانتخابات أدى ربما إلى عدم المشاركة من قبل هذه الفئات مما أضعف المشاركة العامة، وأيضا أعلن عن قلقه من احترام بعض الحقوق السياسية أو الأساسية الواردة في الدستور، وهذا لم يكن على نفس القدر المطلوب مثل حرية تكوين الجمعيات والتجمع وحرية التعبير في سياق هذه الانتخابات. لا يعني هو في مغالاة في تقييم هذا، وفي نفس الوقت هو برضو أشد بأنه هذه الانتخابات تمت في إطار نزيه وديمقراطي ومنصف، فإحنا يعني مش قادرين نفهم هو جاي الربط ما بين هو الأمرين. جاي يشوف الانتخابات، أصلا الانتخابات تمت بشفافية وامتياز، وكون أن هناك بعض المعارضين لابد أن يكون هناك معارضين، يعني مش معقول يعني بلد فيها 90 مليون هيبقوا طابور واحد او صف واحد يعني. فاعتقد ان هناك اكيد بعض من يعارض ذلك او ذاك لاسباب نفسيه او اسباب شخصيه او اسباب سياسيه او نتيجه رواسب معينه لا دخل لها في العمليه الديمقراطيه باي حال من الاحوال، ولكن دول هينتظموا في الطريق، والطريق يعني ماشي صادرا في طريق وما فيش يعني في اي حاجه. رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي كان في بيان ليها كان صرح ايضا ان احترام حريات التنظيم والتجمع والراي ما زال مسار قلق لدى المجتمع المصري. تاثير التصريحات دي على الدول الاوروبيه لا هو تاثيراتها، لان هم بيهتموا بهذه الامور، عمليه الحريه الشخصيه، حريه التنظيم، حريه الدخول في تنظيمات نقابيه، تجمعات وما الى ذلك. اعتقد ان هذا امر لا يعني غير موجود اصلا، وليس هناك اي ما يعيب يعني التقدم الديمقراطي لجمهورية مصر. طيب أيضا يعني كانت هناك عدد كبير من المنظمات سعادة السفير، ليس فقط الاتحاد الأوروبي، ولكن كان هناك أيضا الاتحاد الإفريقي، تجمع الساحل والصحراء، الكوميسا. إلى أي مدى تعدد ويعني اختلاف هذه البعثات سيساهم في تأكيد أنه هذه الانتخابات تمت في إطار نزيه وشفاف، ومن ثم إعادة النظر في مواقف كل هذه الأطراف مما يحدث على لا شك هذا سيكون له تأثير إيجابي في خلق صورة جديدة، وهيبقى يمثل قوة إقناع للعالم الخارجي، حتى الدول الغربية اللي هي يعني فرانتك يعني حادين حول عملية حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وما إلى ذلك. وأعتقد أهم حاجة موجودة كمان وفي إشادة بها حقوق المواطنة، العلاقة ما بين الناس وما بين المسلم والمسيحي، وهذه يعني السمات طيبة إلى أبعد الحدود. فأعتقد أن عودة هذه الوفود سيكون لها تأثير لا شك، وسوف يراجعوا أنفسهم مع التطور الإيجابي الذي يحدث في مصر وبشكل منتظم يعني. كل الجهات المراقبة على الانتخابات الرئاسية المنتهية
وجهت الشكر للقائمين على هذه الانتخابات، يمكن في لفتة هي الأولى من نوعها، كما ذكرت البعثة الدولية بنفسها أن هذه المرة الأولى اللي بيقدموا فيها الشكر للقائمين على الانتخابات في أي دولة يقومون بالمراقبة على الانتخابات فيها. دلالة هذا الشكر على سير العملية الانتخابية في مصر؟ دلالة هذا الشكر هو تقرير الواقع، وهذا التقرير الواقع، وبعدين دول ما بيجملوش، يعني ما لا مجاملة على بأي حال من الأحوال. أعتقد ده يعني هيلاقي الصدى بتاعه بره على طول، وأعتقد بدأ الصدى في ردود الأفعال في أوروبا وفي أمريكا، وحتى في المقالات اللي بتبقى شبه منحازة، مثلا زي في نيويورك تايمز اللي كتبها كيرك باتريك أخيرا، ده رجل يهودي يعني بيحاول يروح ويجي، إنما بيركز برضو على إن مصر ماشية في طريق سليم وطريق الديمقراطية، وبيتنبأ إن شاء الله بمستقبل طيب وباهر. والمهم الشعب قام وانتفض، فأن تظل هذه الانتفاضة وأن تترجم إلى عمل وواقع وحركة إيجابية تشمل جميع طبقات الشعب من أجل تحقيق الهدف اللي هو الحرية والأمن والتقدم. نعم. والقيم الجميلة دي اللي احنا بنرنو إليها بكل اعتبار، واللي قامت على أساسها يعني ثورتي 25 يناير و 30 يوم. طبعا هو ده الأساس. صحيح. 25 يناير دي حركة شعبية لا نستطيع ان احنا ننكر تأثيرها، و 30 يونيو طبعا. طيب سيادة السفير، يعني رئيس وزراء موريتانيا السابق وهو أيضا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أشاد كذلك ب يعني إجراء هذه الانتخابات بطريقة سلسة وأمنة وفي جو من الاستقرار والسلم الأهلي، بيتماشى مع المعايير الدولية وفق ما ذكره. ده هو بيقرب الواقع. وبعدين في نقطة مهمة جدا، طب أنا عايز أعرف برضو هذا عملية الأمن والأمان الذي صحيح الذي احتوى العملية الانتخابية. الجميع أشاد بهذا الجو الآن، هذا خير دليل على استقرار هذا البلد وسيره يعني ومسيرته إلى تحقيق كافة إلى التقدم يعني خارطة الطريق. طيب بس أنا عايز أعرف، طب كيف يمكن أن يكون هذا الموقف من قبل رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي يعني ورقة تستغلها مصر من أجل عودتها مرة أخرى؟ هم اللي يستغلوا الورقة، هم اللي يستغلوا الورقة، لأن هو مصر وجودها في الاتحاد الأفريقي فيها منافع لهم ومنافع لأفريقيا، ولا يمكن الاستغناء عنها. يعني المفروض يكونوا هم أكثر حرصاً على عودة هم مصر. سيكونوا أكثر حرصاً على عودة مصر، لأن مصر طبعاً يعني من أيام حركة التحرر ودورها ويعني لم تتأخر عن دول أفريقيا بتقديم العون أو تقديم المشورة وما إلى ذلك. وأعتقد أن هم سيسعوا إلى عودة مصر وليست مصر هي التي تسعى أو مدلها في أنها تعود، يعني لأن هم أصحاب مصلحة وأصحاب رؤية، والإخوة الأفارقة فيري براجماتيك، يعني براجماتيين قوي قوي، خلي بالك يعني بعيدا عن المعتقدات هو الجميع دلوقتي ساعات بينظر الى الايديز كلها يعني لكل بلد، يعني انما هم فيري براجماتيك. اخيرا لو حبينا ننظر لردود فعل البعثه الدوليه بشكل مختلف، يمكن ردود الفعل زي ما ذكرنا كلها اشادت بالعمليه الانتخابيه ونزاهتها وشفيتها، وان مصر بدات بالفعل في تحقيق خارطه المستقبل والدخول في طور المرحله الديمقراطيه. ردود الفعل دي مش ممكن تثير المتربصين لمصر وأعداء مصر لمحاولات إعادة تخريبها مرة أخرى؟ شوف سعادتك، المتربصين لن يجدوا منفذ في هذه الظروف إلا إذا احنا اديناهم فرصة بقى. يعني إزاي؟ احنا يعني ايه دورنا، ايه دور الرئيس الجديد احنا يعني في منع هذه المحاولات؟ نسير على الطريق ونضرب المثل زي ما احنا ماشيين
ونشوف المشروع الرئاسي او هتمشي البلد ازاي. اعتقد ده هيتوقف عليه حاجات كتير جدا، هيتوقف عليه ان مصر دي هترتفع الى عنان السماء. بيتوقف عليه العديد من الاشياء سواء داخليا او خارجيا. يعني احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على هذا الحوار. السفير محمود فرج مساعد وزير الخارجيه الاسبق، شكرا. الله يخليك استاذ عثمان، سعيد وبارك. ومشاهدينا الكرام، وصلنا واياكم الى ختام حلقه هذا اليوم من هذا الصباح، وغدا ان شاء الله فريق عمل جديد وحلقه جديده من هذا الصباح، فالى اللقاء.